السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي محبي ومتابعي القناة. النهاردة بنتكلم على إكسل 2013، وبالأخص هنتكلم عن قاعدة إف. قاعدة إف يا جماعة نحتاج نعمل فيها معادلة منطقية، واللي هتتحقق المعادلة المنطقية ديت أو ما تتحققش. مع بعض كده هنشوف إزاي هنستعمل قاعدة إف. نفتح المثال اللي أنا عامله. المثال ده بيشرح كأني مثلا في مكتبة، أنا عامل صنف وعدد وثمن بيع الوحدة وإجمالي الثمن. عندي مثلا أقلام حبر وأقلام رصاص وأعدادها، ثمن بيع الوحدة وإجمالي الثمن. طبعا أنا عامل هنا معادلات، يعني مثلا في الخلية دي أنا عامل معادلة عدد أقلام الحبر في ثمنها بيطلع لي إجماليها، وهكذا برضه في الأقلام الرصاص والمسطرة المقاس 20 والمسطرة المقاس 30 بيطلع لي إجمالي ثمن الحاجة اللي عندي، وفي الآخر بيتجمع فيها كل الأثمان اللي عندي. أنا هنا يا جماعة عايز أعمل معادلة أشرح فيها، لو المبلغ اللي طلع إجمالي ده أكبر من 50,000 يا ريت نعمله إيداع مثلا في البنك الأهلي المصري مثلا، لو أقل من 50,000 هنسيبه في خزنة المكتبة. طب هنعمل كده إزاي؟ هنقف على الخلية اللي عايزين نظهر فيها الموضوع ده، وهنطلع فوق مع بعض كده نعمل زوم على الفورمولاز معادلات، وهنخش على لوجيكال وهنضغط على اف. هنا بيقول لي لوجيكال تيست، والمعادله المنطقيه. المعادله المنطقيه بيقول لي ايه؟ هقول له ان الخليه دي، هقف على الخليه دي، هو ار على طول اللي هي اي 6، لو اكبر من او يساوي 50,000 جنيه ايداع المبلغ بالبنك الاهلي. لو المبلغ اقل من 50,000 اكتب لي مثلا ايداع المبلغ في خزينة المكتبة، وهدوس اوكي. مجرد ما انا ادوس اوكي بينفذ المعادلة. هنا زي ما احنا شايفين مش الظاهرة كلها، هنا هنيجي على المكان ده هندوس دبل كليك بيوسع لي المكان. زي ما احنا شايفين مكتوب ايداع المبلغ بالبنك الاهلي المصري، ده معناه ان المبلغ ده اجماليه اكبر من 50,000 جنيه. ممكن نغير مثلا في العدد ده مثلا 9,000 مثلا نخليه 1,000. طبعا المعادلات كلها هتتغير والنتائج كلها هتتغير بتاعتها، وادوس انتر. زي ما احنا شايفين الاجمالي بقى عندي دلوقتي 27,250، وبالتالي كان نتيجة المعادلة المنطقية ان الايداع المبلغ هيكون في خزينة المكتبة ومش هعمله في البنك الاهلي. نغير مثلا في الاقلام الحبر نخليه مثلا 5,000. لو بصينا كده هتلاقي لسه ما عديناش ال 50,000، هنزود هنا مثلا نخلي عدد المسطرة ل 20 سنتي نخليه 2000. بقى اجمالي المبلغ عندي 51,250، وبكده برضه النتيجة اتغيرت، هنحط المبلغ في البنك الاهلي. ده كان شرح ببساطة جدا ازاي نقدر نستخدم قاعدة اف. وان شاء الله يا جماعة هسيب ملف الاكسل اللي احنا جربنا فيه، او المثال اللي انا عملته ده، هسيب اللينك بتاعه اسفل الفيديو عشان تقدروا حضراتكم تنزلوه عندكم وتجربوا اللي احنا عملناه في الفيديو ده. لو عجبكم الفيديو يا ريت تتابعوا كل حلقات القناة، وشكرا دايما لحضراتكم.